جهة الكرام جماعة عامر المتواجدة بأحواز تراب سلا لا زالت في كل دورة أو كل جلسة تسجل نوعا من الارتباك في تدبير وتسيير دوراتها. اليوم اختتمت دورة استثنائية، لكن للأسف لم تناقش الميزانية. يسرنا أن نستضيف السيد محب الكربوب الرئيس السابق لجماعة عامر، عضو فريق المعارضة، الذي سيقربنا أكثر من تفاصيل هذه الجلسة. شكرا سي احمد مراسل جريدة مساء الجهة على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام ديالكم يعني بالجماعة ديال عامر. دونك اليوم كانت دورة استثنائية للمجلس، وكانت خاصة مناقشة يعني ميزانية 2022 واستكمال اللجان، ولكن اليوم يعني الميزانية تعطل مرة أخرى، وتعطل من طرف الأغلبية، فالأغلبية رفضت التداول في الميزانية اعتقادا منهم بأن الرفض ديال التداول والأغلبية التين يتوفرون عليها ستساعدهم للمرور إلى التصويت مباشرة، لكن كان هذا جهلهم بالقانون التنظيمي 113، بل جهل زعيمهم أو الرئيس السوري، ولم تمر الميزانية وستبرمج في بعد 15 يوما القادمة دورة استثنائية خاصة للميزانية، وهذا تعطيل المرور الميزانية للجماعة في أمس الحاجة إليها. فهذا سابقة يوم الجمعة الفائت يعني يوم 12/11 كانت الدورة استثنائية ولم تحضر لا الرئيسة ولا جل الأغلبية، وكما سبق لي أن صرحت فهنا كانت سابقة في الجماعة المحلية. اليوم ترتكب سابقة أخرى، وأن الأغلبية تعارض مرور الميزانية، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ارتباك الأغلبية وعلى ضعف هذا المجلس في تسيير هذه الجماعة كما سبق لي أن صرحت. نعم سيد رفيس، ما هي الدواعي التي جعلتهم لا يناقشون هذه النقطة، لا سيما أنهم تدارسوا نقطة سابقة في جدول الأعمال ولم يناقشوا دراسة الميزانية وتصويت عليها؟ فهذه الميزانية يعني لم تناقشها اللجنة، لجنة المالية. ما لم يعني لم تناقش من طرف اللجنة المالية فإنها تعرض على المجلس للتصويت، هل سيتداول المجلس فيها أم لا؟ وعند عرضها على للتصويت على المداولة يعني رفضت الأغلبية التداول، وهذا كان خطأ منهم وجهلهم بالقانون، اعتقادا منهم بأن الأغلبية النسبية التي يتوفرون عليها يعني ستساعدهم على المرور للتصويت دون التداول والمناقشة، وهذا كله لكي يتفادوا إحراج الرئيسة من أسئلة المعارضة، لأنها سوف لن تستطيع يعني الإجابة على الأسئلة من طرف المعارضة، فكانوا يعتقدون بأنهم سيمرون مباشرة إلى التصويت على الميزانية، وسيمررون الميزانية بحكم الأغلبية النسبية التي يتوفرون عليها إلى جانب الرئيسة، لكن كان هذا خطأ وجهل منهم كما سبق أن ذكرت. أمام هذه الخروقات أستاذي، خروقات للقانون 113/14 التي كنت تسجل كل جلسة أو كل دورة، هل ستقفون موقف المتخرج أم ستتخذون إجراءات أخرى؟ نعم سوف لن نقف يعني احنا كما سبق لي صرحت فإن المعارضة قوية وتقوم بدورها، وأكرر الدور الإيجابي يعني المعارضة البناءة، وسوف لا نقف يعني مكتفي الايدي، بل سنراسل السلطات الوصيه فيما يخص هذا، لان هذا التعطيل ديال الميزانيه سيعطل يعني الجماعه ككل وسيعطل مصالح المواطنين.
إذن هذا نورمالمون يعني كانت المعارضة هي التي يجب عليها أن تعطل، لكن اليوم أصبحت الأغلبية التي تعطل يعني الميزانية وتعطل يعني مصالح المواطنين. فهذه سابقة، وهذا ناتج عن ضعف هذا المجلس الذي يعني لن يستطيع إن مساير هذه التحديات التي تنتظر جماعة عمر. وشكرا.